السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا شباب، دي الغلة. أنا بسيب الغلة ديت بتقعد، بسيبها يومين ثلاثة بالظبط، يومين ثلاثة بالظبط. أول ما الغلاية تبدأ معاك تفعصها كده بإيدك كده ملبنة إيه، تبقى كده كويسة، يعني تبدأ تشتغل بيها. بتبقى سهلة للشبار، أبيض أخضر، بتبقى سهلة اللي هي البلع. السمكة بتبدأ تاخدها في بقها، لو تلاقيها ناشفة سنة صغيرة تقعد تاخدها وتطلعها، تاخدها وتطلعها. انما لو هي طريه بتقوم دايسه دوسه صغيره، تقوم بلعها، يعني تقوم دايسه، تقوم شبكه نفسها. ده يا جدعان بسيبها مثلا يومين وابدا بقى اتكل على الله. اي مكان، والله العظيم اقسم بالله، انا ما مثلا ايه، ما بحددش المكان اللي بروح. اي مكان اروح اظفر ارمي شويه غله، بيبقى بعد الجرف، بعد الجرف اي ترعه، اي ترعه، اي مكان انا مثلا بسيبه، بروح مثلا هناك بقوم برمي شويه الغله الصغيره، هي كبشه غله مش اكتر، ما برميش اكتر من كبشه غله. وبعد ما ارمي كبشه الغله بقوم رمي كده حبيتين بعيد عن مطرح الكبشه اللي انا رميها. الكبشه اللي انا رميها ديت اسمها مرايه، الناس بتسميها مرايه في المحافظات التانيه. انا ما بعرفش يعني حكايه الغله ديت والمرايه والكلام ده، احنا طبعا هاخدينه من الناس اللي هم الناس اللي هم اليوتيوبر اللي هم المحترفين، يعني اللي هم الناس اللي بره بتوع الشرقيه، والناس دي عبد الله ومحمد اسد والناس دي. طبعا بنتفرج والكلام ده. انا تعليم الغله ده انا اتعلمته من الناس الاسماعيليه، الناس الاسماعيليه دول بس خبره برضه، ناس محترفين وعارفين يعني ايه بيعملوا ايه. فانت بتروح في اي مكان بتقوم رامي كبش الغله اللي بقول لك عليها، وتقوم رشش كده حبيتين كده حواليها، وتقوم قاعد مستني نص ساعه بالظبط وهيبدا السمك يعلم عليك ويشتغل. في كمان حاجه، في عارف الفراخ، عارف الفراخ دوت، بتجيبه برضو بترمي حبيتين كده، يعني كبشه كده صغيره صغيره، وتقوم رميها مع كبشه الغله اللي انت رميتها اللي هي المرايه. تمام، بتبدا تقوم حاطط غلايه واحده على السن الصناره، وتبدا بقى تبدا تشتغل. بتعلم عليك برضو، بتعلم عليك نفس مثلا نفس الطعم، ونفس ما بتشتغل بالجمبري بتختص، تلاقي تقوم غطسه قدامك بتختص، تقوم ضارب الصلعه اللي بتصد فيها. يلا وربنا يرزقكم ان شاء الله، وباذن الله كده هبقى هصور لكم المكان اللي بصطاد منه. والله العظيم اقسم بالله هو مش بالمكان، انت بتروح بتسعى وبتجري وبتتعب بتشوف اي مكان. انا رحت مكان امبارح، والله العظيم اقسم بالله قعدت اكتر من 4 ساعات ما كنتش هز خبطه صغيره، غيرت ومطرح مكان تاني من اول مره اروحه، والله العظيم السبب بدا يشتغل عليا. دي بتبقى ارزاق، وربنا يرزقكم جميعا ان شاء الله. السلام عليكم. بصوا هنا يا شباب، انا معايا غابه 3 متر اهي، غابه 3 متر بحط سلك الدش، بعملها اللي هو المونوكير، بعملها زي على حته حمراء يعني عشان اشوف هي ايه وهي بتنزل، بتعمل وش اللي هو الوش الشبار، وش الشبار تمام. والصنار يا جدعان، يا شباب الصنار ده، الصنار بيبقى خمسة كربون او خمسة ملوي مش مشكله يعني، وبتشتغل بصنار 8. لو الشبار مثلا الشبار اخضر بتصب بصنار 8، الشبارة مثلا كبيره بيضة بتاع بتشتغل باكبر، تمام، 5 4 كده يعني. يلا خليكم معانا ان شاء الله خير. ديت حط الغلايه الواحده، غلايه في بوز الصنار، سهله جدا يعني. يلا